من صقيع ابو رواش اهي الارونا الاف ار. فاكرين كنت بقول لكم هعمل تيست درايف اللي موجوده عندهم المتاحه للتيست درايف دي موديل 19 ودي اللي انا هجربها. مفيش اي فرق غير من الداخل اللي انا كنت مغطيه في العرض، والعرض هحط لكم الوصله بتاعته في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نجربها ونعرف هي عامله ايه في الشارع. ستين في المية من اللي بيتفرجوا على القناة عندي مش مشتركين فيها اصلا. دوس لايك وسبسكرايب يا عم، لو ما عجبكش الكلام تبقى تلغي الاشتراك بعدين. دي شنطتي معلش يا جماعة. يلا نجرب. ادي تجربة الارونا. انا كنت استعرضت الارونا الجديدة قدام سيات، ولكن سيات ما عندهمش تيست فيكل او عربيه للتجربه غير بتاع ال 19 اللي انا سايقها. الفرق ايه؟ ولا حاجه بالنسبه للموتور ونظام التعليق، هي بالحرف، مفيش اي تغييرات، الفروقات كلها من الداخل، ولكن التجربه نفسها هي. فتعالوا نجرب دي ونشوف الانطباع عامل ايه. انا واخد العربيه يوم كامل وهقول لكم كل انطباعاتي من اولها لاخرها. مبدئيا اول تعليق سريع، كرسي مريح جدا حقيقه، بقالي قاعد فيه فتره، والرؤيه في المرايات الجانبيه، مرايات جانبيه صغيره، هتحسن الاقتصاديه وهتحسن الهواء وهتحسن حاجات كتير، ولكن صغيره شويه بس شايف فيها مش بطال. الرؤية الخلفية لو حد قاعد ورا في النص مش هشوف اكيد، ولكن على الجنبين هشوف، بالذات لو يعني لو التارجت بتاع العربية دي اطفال قاعدين ورا هبقى مطمن او شايف كويس بالاصح، لكن لو كبار لا يعني الرؤية هتبقى مش كويسة قوي، لكن الرؤية الجانبية كويسة. طبعا الرؤية الامامية هايلة، وضع قيادة عالي قوي في العربية، فانت حاسس ان انت فعلا في SUV، وضع قيادة عالي يعني، انا وكاشف شايف الكبوت كمان، فدي حاجه حلوه. في عربيات لما تسوقها ما تبقوش شايفين فين اوله لانه بيبقى الزاويه بتاعته حاده، ولكن هنا انا شايفه. تعالوا نحطها في سبورت. طيب الاول افكركم بالعربيه للي ناسي، العربيه 110 حصان 155 نيوتن متر على الموتور الاعتمادي جدا ال 1600 الام بي اي، واصل على نقل الحركه 6 سرعات عادي جدا، والناس بتشكر فيه على فكره. حاليا انا حاططها في سبورت وحددها ايه ارصا. العربيه ارقامها الرسميه من 0 ل 100 في 11.5 ثانيه، والسرعه قصوى 181 للدقه. هنا الحتة الألماني وتأثيرها على المجموعة، مش 80، 81. طبعا انتوا شايفين العربية بتقول لي ايه، انت سايق العربية في المود الرياضية وبتقول لي ايه ايكو تيب، اللي هي يعني هدي لك كده يعني همسة، ما تسوقش العربية في سبورت لو سمحت. ده اللي من الاخر العدادات بتقوله لي حاليا، فهسمع كلامها وهرجعها في المود العادية. طبعا هي على طول بتوفر بنزين في النقلة الستة. طبعا انا سايق على سرعة مش قليلة، بس انا على طريق مفتوح، ونشوف الارتقاء. بتنقل نقلتين على طول، جير بوكس بتعامل حلو قوي على فكرة، دي واحدة من الملحوظات انه الارصة بنقلتين وعملتهم بسرعة وارتقت بسرعة. العربية دي ثابتة جدا، يعني جربت بيها حاجات كتيرة قوي. بصوا البودي رول فيها، انا ماشي على 120 عمال ايه بعملها معاملة السيدان، يعني واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ البودي رول قليل جدا في العربية دي. برافو برافو. وكمان الفرامل كويسة قوي الصراحة. بصوا نظام التعليق في العربية زي كل ملحوظة يعني ملاحظاتي عن السيات كلها كده كمجموعة،
بيميل ان هو يبقى رياضي اكتر، فبيدي اداء حلو قوي في الشارع، والعربيه فعلا مستقره جدا. ولكن في المطبات الجامده قوي هتحسها شويه. العربيه دي مش وحشه لانه الكاوتش بتاعها مش كبير والبروفايل بتاعها مش واطي، فالكاوتش نفسه ممتص الصدمه. ولكن لو كانت على كاوتش ارفع كنت هتحسها اكتر، ولكن هي كلها على بعض حاليا في الوضع الحالي لا، برضو مش وحشه في المطبات. لخبطتكم بالكلام، هي نظام التعليق ناشف ومن ورا حاسسها في المطبات بتذبذب شويه من ورا، لان نظام التعليق في العربيه دي ايه، كابل تورشن بار زي ما احنا بقينا فاهمين على طول، فبالتالي من ورا بتذبذب، يعني ممكن ورا يبقى قاعد متضايق شويه، لكن قدام اللي هي التارجت بتاع العربيه انها عربيه شبابيه ما عندهمش مفروض بقى عيال ولا مسؤوليات ولا الكلام الفاضي ده، فايه القعده مريحه ونظام التعليق مريح. مش عارف ورا هيبقى عامل ايه، بس انا مشتبه ان هو هيبقى بيدبد. نحطها في سبورت ونجرب كده تسارع. تمام في التسارع كمان، يعني 11.5 ممكن اقل كمان شعره، مش شرط تبقى 11.5. طبعا انتوا عارفين برضو العربيه فيها الديفرنشال اللي هو الذكي اللي هو اللي بيعمل الديفرنشال لوك اللي اسمه اكس دي اس. طيب تعالوا نقف على جنب خالص وحامل 0 لـ100، العربيه في الثبات وهنجرب. حاولت تفرك شويه ولكن ملمومه جدا، الديفرنشال لوك لماها يعني. وادي المية. طبعا عزل الصوت والموتور وانا قارس عليه واصل لي صوته قوي، عزل الصوت لغايه 120 حلو، بعد كده مش حلو. طبعا انا قافل التكييف على الاخر، ولكن العربيه برضو بتجري، ودي بالنسبه لي مفاجاه شويه. كل الناس تقول لك ده مش موتور تربو، بس طبعا عزل الصوت انسى خالص بقى، السرعات دي انسى يعني. العربيه ثابته تمام تمام، وكمان لانها انسيابيه فالهواء الجانبي ما بيخبطش فيها جامد. عارفين العربيات العاليه بتبقى عامله زي الشراعه كده ماشي في الهواء، الهواء الجانبي بيجيبها شمال ويمين. العربيه دي ديناميكياتها حلوه، يعني التصميم بتاعها مسحوب حلو وما هياش عاليه بزياده، فالهواء مش مبهدلها يعني. بعد التجربة دي الحق يعني ما عنديش شك في تسارعها، ولكن ممكن اشك اكتر في السرعة القصوى لو عايزين بقى الدقة قوي يعني. 180 دي ممكن تبقى محتاجة وقت اطول من كده. بالنسبة للاندرستير برضو قليل، وعجلة القيادة بتستجيب بسرعة. العربية كلها على بعض رياضية كده. طبعا اللي بيسال على التكييف مش هجرب لكم التكييف، انتوا شايفين درجه الحراره بره 18 وانا اصلا بردان، مفيش تكييف النهارده. طبعا برضو عشان تبقوا عارفين مقارنه بالاس يو فيز، يعني انا معدي جنبي دلوقتي فورد كوجا، هي العربيه دي كلها مش عاليه قوي، ده واحده من الحاجات اللي بتساعد قوي ان العربيه تبقى يعني ثابته جدا في التسارع، والبودي رول قليل. طبعا كل ما بتعلي مركز الثقل كل ما تبقى العربيه عايزه تعوم معاك او تعمل انحناء في الجسم وضوح يعني. فطبعا العربيه دي برضه واطيه لحد كبير للارض، فدي ميزه كبيره، بس ما تقلقوش مش اللي هي بتحك. طبعا هي ما زالت كروس اوفر، فما زالت عاليه كفايه عن الارض. نحطها ونشوف الارتقاء في اس. طبعا ثابته جدا، انا سايب ايدي اهو، والرعشة اللي احنا شايفينها هنا دي من الكاميرا. الحقيقه الجير بوكس حلو، دي الملحوظه اللي اقدر اقولها لكم. نقل الحركه على انه 6 سرعات، يقول لك لا اصل ده مش 7، اصل ده مش ديول كلتش، اصل ده مش 8 الايسن، بس نقل الحركه حلو جدا. تمايل البدن اهو، بص مفيش تقريبا، قليل قوي. دقه عجله القياده هايله، عجلة القيادة دقيقة وبتاخدك مكان ما انت عايز بالظبط، فالتوجيه فيها حلو كمان. رأيي في العربية ايه بعد يوم؟ عجبتني مجملا بدون تعقيد، ده الرد السريع يعني. لذيذة شبابية
التوجيه فيها هايل، كل المنظومة بتاعت التوجيه هايلة. عجلة قيادة دقيقة لو عايزين التفصيلة، يعني دقيقة مش خفيفة بزيادة، سريعة التوجيه، والعربية بتستجيب حلو، بتروح مكان ما انت عايز بالظبط. انحناء الجسم او البودي رول يكاد يكون مش موجود، فرامل هايلة، تسارع الموتور على قد الموتور، بس العربية خدوا بالكم وزنها خفيف، فمش هتحس انها بطيئة، هي صغيرة وخفيفة. لو كانت على العربية اكبر كنت هتحس، لكن هنا العربية صغيرة، فال115 حصان مقبولين عليها. مش تربو طبعا، مفيش الحتة التلقائية السريعة بتاعت التربو، ولكن في المقابل بتاخد موتور اعتمادي اكتر، ودي حاجة معروفة. ونقل الحركة نفسه كمان عجبني جدا، الست سرعات ده عجبني، العادي الاعتمادي سريع وبتجاوب بسرعة، فدي برضو بالنسبة لي مفاجأة. طيب ايه السلبيات؟ السلبيات الاستهلاك ممكن يبقى عالي شوية، من 7 ل 10 حسب نمط القيادة، عشان نبقى برضو واضحين. ودي الضريبة بتدفعها في موتور مش تربو، ان انت لو يعني قارس عليه هيستهلك اكتر شوية، ولكن من 7 ل 10 مقبول. السلبية التانية اللي قاعد ورا، نظام التعليق للي قاعد قدام حلو جدا، والدبدبة فيه خفيفة جدا، الكاوتش بياخد الصدمات لانه كاوتش انا مش كبير، او بالاصح البروفايل بتاعه مش واطي، فالدبدبة فيه قليلة. انا سامع ورا الدبدبة واضحالي، يعني عارفين لما تبقوا حاسين العربية من ورا بتدبدب، فاللي هيقعد ورا مش هينبسط قوي في مستوى الراحة. لكن الثبات كمان لغاية 160 انا كنت يعني بالكاد ماسك عجلة القيادة. واللي دايما بالنسبة لعزل الصوت، من متوسط لجيد، فوق المتوسط برضو كويس، يعني على 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 الفئة السعرية دي كويس جدا. راحة الكرسي، كرسي قلت لكم مريح جدا. الرؤية الجانبية صغيرة شوية في المرايات، بس برضو المرايات دي عشان مسحوبة قوي، فالهواء اللي حواليها قليل. المراية كل ما بتكبر كل ما عارفين انت بتدفع ضريبة الدوشة من هنا، فالمرايات دي مسحوبة كده ولذيذة، فايه الدوشة اللي فيها قليلة. المختصر ايه؟ عربية حلوة وقيمة مقابل سعر كويسة جدا، بس كده. لو الكلام ده عجبكم دوسوا لايك وسبسكرايب. يلا سلام. وبكده تبقى وصلت لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، الاشتراك ببلاش، وممكن كمان تدخل تتفرج على بقية الفيديوهات الموجودة عليها.